حتى في المسيحيين أسهل طريقة إنك تهاجم عقائد تانية وطوائف تانية بدون ما تبحث. طب الجماعة ليه؟ ليه بيفكروا هيك؟ ليش عم يعني بيمارسوا هذا النوع من الإيمان؟ وهل فعلا هم أشرار ولا معميين ولا أغبياء ولا مخدوعين؟ يمكن تقول مخدوع. طب ابحث ليه الشخص مثلا بآمن في هذا النوع من العقيدة، إن الكتاب المقدس هو كلمة الله، وإن الكتاب المقدس هو المرجع والدستور الوحيد للحياة وللقرارات ولكل شيء أحبائي.